أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل العلة في المنع من الأناشيد هو مشابهة الصوفية أم شيء آخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعبد الله بن رواحة كانوا ينشدون في حفر الخندق وفي بعض الغزوات؟ وهل كل عمل يشابه فيه الصوفية يمنع بهذه العلة؟ التشبه بالصوفية هذا من العلل، ما هو العلة الوحيدة. العلة أنه غنى، أنه من الغنى، من الأغاني، أنه من الأغاني. والغنى الأصل أنه حرام إلا ما جاء الدليل بجوازه منه، كالحدى، حدى الراعي في الإبل لأجل الحاجة، والحدى في السفر من أجل تنشيط المسافرين، وهذا بصوت واحد، ما هو صوت مجموعة، إنما هو صوت واحد يحدو. والعبد الله بن رواحة وشعراء الصحابة ما هم بيجتمعون ويكونون فرقة للإنشاد كما يفعله الناس اليوم، لا، ينشد واحد والباقين يستمعون، هذا إنشاد الشعر لا بأس إذا كان ما فيه محذور، وإنما هو شعر حكمة وشعر لغة وشعر، هذا لا بأس به، هذا إنشاد وليس أناشيد. إنما الأناشيد اللي ترتب الآن وتنغم تكون بأصوات رخيمة مطربة، هذا الممنوع الآن، لأنه يلهي الناس عن ذكر الله ويغفلهم عن تلاوة القرآن ويقربهم من الصوفية وأناشيد الصوفية إذا اعتبر أنه من الدين. وكانوا يحفرون الخندق ينشدون، كل واحد ينشد، ما هو بأنهم يكونون فرقة إنشادية، وإنما كل واحد منهم ينشد لأجل التنشيط على العمل، كل واحد ينشد بمفرده. هذا فرق بين الأمرين، لا نخلط بين هذا وهذا. نعم.